صباح النور، مرحبا بكم. نبداو بالرابطه المحترفه الاولى التونسيه. ماتش مؤجل من الجوله الاولى تلعب البارح في الكميتي في بيجا، 0-0 تعادل بين الاولمبي البيجي والاتحاد المنستيري، اول نقطه لكل فريق في الموسم هذا في البطوله الحاليه. الاتحاد بعد اول مقابله، الاولمبي بعد زوز مقابلات. نحضر ديما مع بطولتنا في الجولة الثالثة، نعطيكم تعيينات الحكام بالنسبة للمقابلات الجاية بين سبت وحد نهار سبت. من المجموعة الأولى ساعتين ونص تنطلق المقابلات، النادي الرياضي البنزرتي مع أمل حمام سوسة، الحكم هو مراد الجربي، هلال الشابة مع اتحاد تطاوين، التحكيم النضال الطيف. نهار الأحد إن شاء الله مع ساعتين ونص زاد بقية المقابلات من المجموعة الثانية، الأولمبي البيجي مع أولمبيك سيدي بوزيد، الحكم محمد فني، مستقبل رجيش مع اتحاد بن قردين، تحكيم أسامة رزقالة، نجم المتلاوي اتحاد المنستير، التحكيم الصادق السامي. بالنسبة لبقية المقابلات تم تأجيلهم إلى موعد لاحق. نقعد مع الأجواء في البطولات التونسية. المرة هذه نحكيه على البراج الأول لسد الشغور في الرابطة الثانية. البارح تلعبت المرحلة الأولى، مستقبل محمدية تعدى قدام مرجان تبرقة 2-1، أولمبيك مدنين ربح الأولمبي للنقل 1-0. دونك مستقبل محمدية أولمبيك مدنين في المرحلة الثانية، مقابلات تلعب نهار الأحد. بالنسبة للبراج الثاني، أولمبيك مدنين في يواجه الرلوي، مستقبل محمدية يواجه كوكب منزل نور، زوز فرق اللي باش يربحوا في زوز مقابلات هذوما باش تحقق بالرابطة المحترفة الثانية في موسمها الجديد، موسم 2022-2023. نجم الرياضي الساحلي ربح البارح في مقابلة ودية قدام نجم آخر، هو نجم الرادسي، 1-0 البونتو ماركيه هيبل مساكني في دقيقة 15، مقابلة لعبت في سوسة. نحكي على منتخب الأواسط اللي عنده ماتش مهم اليوم في القاهرة، الدورة الترشيحية للكان الجاية، ماتش يبدأ 5 متاع العشية بين تونس وليبيا، يزفروا المغربي جلال جياد. الجولة الأولى احنا تعادلنا مع المغرب 0-0، ليبيا تعادت مع الجزائر 1-1. دونك الأربع منتخبات المشاركة اليوم عندهم نقطة وحيدة قبل الجولة الثانية، في الجولة الثانية الانتصار هو العنوان الرئيسي والهدف الأول لكل منتخب لضمان أكبر الحظوظ للتأهل قبل الجولة الأخيرة. إن شاء الله يكون الانتصار حليف منتخبنا الوطني التونسي للأواسط، لكل التوفيق للمنتخب اللي نذكر يلعب 5 في القاهرة ضد المنتخب الليبي. في الهوند البارح تلعبت الجولة الثانية في السوبر جلوب، بالنسبة لممثلنا ممثل تونس الترجي الرياضي التونسي كأس العالم للأندية في كرة اليد في السعودية، البارح الترجي خسر قدام العملاق الإسباني العالمي برشلونة 37-24. الترجي كامل الثاني في مجموعته باش يلعب على المراكز بين 5 و7، يلعب نهار السبت غدوة إن شاء الله ضد توباتي من البرازيل مع ماضي 3.5 في المقابلة الأولى، إذا يربح يلعب بعدها ضد الرابح من بنفيكا من البرتغال والخليج السعودي من أجل أرمال المركز الخامس. مانشستر يونايتد البارح أعلن استبعاد الدولي من البرتغال، بينسور النجم كريستيانو رونالدو موجود خارج القائمة، رونالدو قبل مقابلة تشيلسي مش يكون موجود مع الفريق في مقابلة القمة غدوة مع 5.5 مع تشيلسي، مقابلة مانشستر يونايتد وتشيلسي. نعرف أن رونالدو في المقابلة نتاع نهار الأربعاء ضد توتنهام ما كملش الماتش، قام البنك وروح ديريكتومون، الشيء اللي خلى إدارة مانشستر ما نعرفوها ما تستعرفش بالأسامي في بطولات كيما هذه في كورة كيما هذيك، دونك ديريكتومون عاقبوا وخرجوه من القائمة نتاع الملاعبين باش يشاركوا في مقابلة تشيلسي غدوة في البطولة الإنجليزية. نقعدوا خارج تونس ونقعدوا في انجلترا بالتحديد، نحكيوا على الجولة الثانية، مقابلة مؤجلة من أوروبا ليج، المقابلة تلعبت في انجلترا بين أرسنال و بي اس بي، أوروبا ليج مقابلة مؤجلة من الجولة الثانية، أرسنال يربح بي اس بي 1-0. في الليغا في البطولات المحلية نبدأ نحكي في أوروبا، برشلونة البارح مع فياريال ربحت 3-0 من الجولة العاشرة، فولام في البطولة الإنجليزية ربح أستون فيلا 3-0، ليستر لعب مع ليدز وربحوا 2-0، والبارح الكوب في إيطاليا الدور 16 بولونيا ربحت كاليري وتعادت 1-0 لبولونيا. اليوم في البطولة الإيطالية مش في الكأس الإيطالية، اليوم يوفي مع إمبولي بداية 8:15، زاد في البطولة الألمانية كولن مع ماينز مع 7:30، كولن فريق التونسي رياس الصخيري منتظر مشاركته في مقابلة اليوم. اليوم زاد فما مقابلة في فرنسا في البطولة الفرنسية مع 8 تعليل أجاكسيو مع باريس سان جيرمان. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net.